أعتقد أن أكبر التحديات التي تواجهها الجامعة الجزائرية والمجتمع الجزائري والتعليم بصفة عامة بنوعيه العام والعالي في الجزائر هو التحدي الحقيقي هو الاستثمار في العامل العامل البشري أو لماذا؟ أو لأن في المورد البشري المورد لا. البشري لماذا؟ لأن العامل البشري هو أساس النهضة صحيح. اذا تمكنا من خلق انسان قادر على التفكير وقادر على العطاء وقادر على الانتاج نعم. وقادر على ان يدخل كل مضمار في الحياه وكل مناحي الحياه بقوه سوف نكون قد انجزنا او قد حققنا اكبر تحديات نعم. للمجتمعات يعني المتفوقة في جميع المجالات لماذا؟ لأن لو نهتم فقط بالمتعلم ننظر لها من من مجال التعليم م. لو أننا نهتم بهذا المتعلم في جميع مراحله بحيث آه نزرع في ذهنه أنه سيكون المواطن الصالح في المستقبل. نعم. ثم نزرع في ذهنه ما هي مقاييس ومعايير هذا المواطن الصالح الذي يكون قادرا على الإنتاج داخل المجتمع وبالتالي آه سوف نجد أنفسنا آه قد حققنا بعد سنوات من البناء طبعاً في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية وإلى غير ذلك سوف نجد أنفسنا قد حققنا و قد أنتجنا مواطنا ذو عقلية ذو شخصية قادرة فعلا على الإنتاج وعلى البناء. التحدي الحقيقي الذي الذي الجامعة الجزائرية الآن موضوعة في فيه هو كما تكرم ونحن نشكر من هذا المنبر السيد وزير التعليم العالي، لماذا؟ لأنه فعلا أتى بتجربة عملية. وعملية حقيقة قبل للتنفيذ وقبل للتطبيق وهو وقبل وهو سارع بتنفيذها مم ما حققه في محيط ضيق اللي هو جامعة المسيلة الان يطبقه على كل الجامعة الجزائرية ونحن نرى بان هذا المشروع اذا وجد السواعد والايدي التي تعمل حقيقة على تجسيده سوف يكون أه سوف يكون عملا ناجحا وعملا أه حقيقة سيؤدي بالجامعة الى ان تكون جامعة نموذجية لما لا؟ لماذا لان كل ما كان مشروعا او كل ما كان تنظيرا اصبح الان تطبيقا المراسلات تصلنا كل يوم حول الرقمنه، حول آه تفعيل الرقمنه في الجامعه، حول كذا، حول آه ارساليات كثيره تؤدي بنا الى القول بان آه فعلا الرجل المناسب في المناسب المكان المناسب والاستراتيجيه مناسبه فعلا اذا استطعنا آه تجسيدها، كل هذه التحديات نرى بانها اذا آه وجدت آه من يعمل حقيقة على تطبيقها سوف سوف تكون اهدافا سهله المنال اذا نجحنا في تطبيقها بحول الله